ولد الممثل السعودي هاني السعدي في عمان العاصمة الأردنية عام 1948 إبان عمل والده هناك. اشتهر بشخصية بابا فرحان على القناة الأولى بالتلفزيون السعودي، والذي عرض كمسلسل لمدة طويلة، وسبقه بعدة أعمال له في الإذاعة والتلفزيون. بدأ السعدي العمل كممثل في الإذاعة عام 1965، فشارك في العديد من البرامج والمسلسلات الاجتماعية، ثم اتجه للتلفزيون السعودي في بداياته، حيث عمل في عدد من المسلسلات التلفزيونية بالأبيض والأسود مثل رياح العاصفة ونافذة على الحياة. عام 1992 عاد ليعمل في الإذاعة السعودية إلى جانب عمله في التلفزيون السعودي، ثم نال الترقية إلى الدرجة الأولى عام 1996، ومنها انتقل إلى عالم الإنتاج والإخراج. كان بطلاً للسهرة التلفزيونية نور العيون ومنتجها، والتي عرضت في 2 يونيو عام 1977 كأحد أوائل الأعمال الملونة التي عرضتها شاشة التلفزيون السعودي بعد تطويره، والتي كانت نقطة في بحر أعماله إنتاجاً وإخراجاً، حيث بدأ في ذات العام بإنتاج فوازير رمضان، وقدم هذه الفوازير في عام 1978 و80 و81، وبذلك يكون أول منتج خاص لهذه الفوازير. وركز السعدي في أعماله على الرسالة التربوية والوطنية لتعزيز شعور الانتماء والمواطنة لدى الأطفال والشباب السعودي. رحل السعدي عن دنيانا بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، وتوفي على أثرها في مدينة جدة عام 2012. غفر الله له وارحمه.